مع اقتراب نهاية شهر رمضان تبدأ نسمات عيد الفطر أو العيد الصغير كما يدعوه الجزائريون تفوح في الشوارع الجزائرية، فتحيي العائلات هذا الانتظار القريب للعيد بعادات وتقاليد خاصة، هذه بعضها. قبيل العيد تكتظ الشوارع الجزائرية بالعائلات مصطحبين أطفالهم إلى محل بيع الملابس لكسوتهم وشراء ألبسة جديدة لهم احتفاء بقدوم عيد الفطر. ولا تنتعش محل الملابس فحسب، بل حتى باعة الحلويات ولوازمها، حيث تلتزم العائلات الجزائرية بصناعة حلوياتها للعيد لتقديمها للضيوف في ذلك اليوم، فتطهى ألذ أنواع الحلويات التقليدية مثل السابلي والتشاراك والبقلاوة وأنواع جزائرية أخرى. عائلات أخرى تحيي العيد بشراء لوازم جديدة للبيت العائلي وتزيينه وتغيير ديكوراته. تبدأ تحضيرات العيد في الجزائر من العشر الأواخر من شهر رمضان ولا تنتهي إلا في الليلة الأخيرة قبيل العيد، خاصة في الأحياء الشعبية مثل باب الوادي بالعاصمة الجزائرية، حيث يضع الباعة بضاعتهم ويعرضونها على المارة من لعب للأطفال وملابس متنوعة وسط حركية وأجواء بهجة تتكرر كل سنة.